la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. أين أندريس؟ خرج. إلى أين؟ لا أدري. جاءت أمك. متى؟ في الصباح الباكر، تريد رؤيتك. لماذا؟ تخبرك هي. لابد أنك حشوت رأسها بالأكاذيب، لكن تخطئان كلاكما إن توقعتما أنكما ستتدخلان في مشاريعي. كلما سمعت كلامك كلما ازددت اشمئزازا واحتقارا. أنت دنيئة وأنت عجوز شرسة قاسية وحسودة. ماذا أسمع؟ كفى، أنت لا تتدخل. لا أصدق، لم يخطر لي يوما أن أيمي تتكلم بهذه الطريقة. كما ترى، وما زلت تأمل في إقناع هذه الساقطة؟ أنا رجل واسع الحيلة، خصوصا مع الساقطة. نعم، التقيت شابا مثقفا ورصينا، وافق على الإقامة في كامبوريال ليديرها، ولكن لسوء الحظ واجهته مشكلة عائلية وانصرف. ما دمت أنوي الإقامة هنا أحتاج إلى مدير جديد للمزرعة. لكن لديك باوتيستا. أنا لا أثق بباوتيستا، لم يعجبني يوما، أبقيته في المزرعة بعد إصرار أمي. إذن يمكننا أن نستدعي شخصا من العاصمة، فأصدقائي كثر ويمكنهم مساعدتنا في إيجاد الرجل المناسب. ما بك؟ لا أدري، يخيل إلي أن الأمور لا تجري كما تصورت. أمي وأمي لا تتفقان، وهذا يحزنني جدا. مجرد مرحلة وتنتهي. دون شك. ثمة فكرة لدي إن شئت، فإيثما نجد المدير المناسب يمكنني الاهتمام بكامبوريال، لكن أتردد عليها من وقت لآخر. أشكرك دون نويل. عن إذنك. أهلا أخوان. مرحبا، إن كنت مشغولا أعود لاحقا. لا داعي، أنا ذا. إذا أبلغك إن قررت الذهاب غدا. اتفقنا. شكرا جزيلا، إلى اللقاء أخوان. إلى اللقاء. ماذا يريد؟ إنه يبحث عن مدير، وعرضت أن أساعده لفترة قصيرة، لكن لا تعجبني لهجتك القاسية معه.
ثم تعلم. لا يبدو لي سعيدا، والواضح أنه يائس وحزين، وقد قال إن الأمور لا تجري كما توقع إطلاقا. آسف، سينتقل مع زوجته إلى هنا. نعم أعرف. ألست قلقا؟ أقلق على مونيكا، ولكن ما أن تحاول أيمي إزعاجها حتى ألقنها درسا لا تنساه طوال حياتها. أفترض أنك جئت لتوقع على أوراق الشركة جاهزة؟ أجل. شكرا. لما قدمت عملا لفتى أرسله ألبرتو دي لا سيرنا؟ أنا؟ نعم، الفتى الذي يخدم في منزلك، خواكين هذا اسمه. أرسله ألبرتو؟ ألم تكن تعلم؟ كلا، وكيف عرفت؟ من السيدة كاتالينا. ولكن مونيكا لم تخبرني أن الرجل أرسله. ربما هي لا تدري، ولكن لا أريد أن أكون مشككا. ليس تشكيكا بل حذرا، أكاد أجزم بأن لألبرتو يدا في مسألة بيدرو والآخرين أيضا، وفي هذه الحال لابد أنه يتعامل مع سبندولا. احذروا أخوان، الضابط سبندولا عدو مخيف ومتسلط، وإن كان متفقا مع ألبرتو دي لا سيرنا ليضربك فهو يشكل خطرا، وأعمالك السابقة قد تؤذيك. لن أسمح بأن يصيبني مكروه سيدي، ليس لأجلي بل لأجل مونيكا. كما يحلو لك، لا يمكن للمرأة أن تخرج إلى الشارع وحدها وكلما خطر لها. تعودت على هذا. هذا صحيح. اسمعي، أظن أننا اتفقنا على أن تتصرفي كأنسة محترمة. محترمة مثلكما أنت وأختك؟ لا أسمح لك بأن تخاطبيني هكذا. إذن دعيني وشأني. أصغي إلي، شئت أم لا فأنا هي زوجة خوان وسيدة هذا المنزل، عليك أن تحسني التصرف وإلا اضطررت إلى إخبار خوان وسأفعل. من سيخبر خوان هي أنا، وسوف نرى من منا سيرحل. مرحبا أم، يسرني قدومك. المطبخ من هنا في ديلي، انتظريني فيه. حاضر سيدتي بالإذن. أخبرتني خالتي أنك ذهبت لزيارتها. نعم، قلت لها بعد زواجي مونيكا أصبحت أشعر بالوحدة، فعرضت عليها أن أمضي فترة معها في كامبوريال، لذا سأرافقكم إلى المزرعة. لن أعود إلى المزرعة. ستضطرين عزيزتي، لأن أندرس لن يسمح لك بالبقاء وحدك. لقد اتفقتما علي، لقد خططتما لهذا كي لا تتركا لي فرصة. لماذا أمي؟ ألا تدركين أنني لا أطيق خالتي؟ تكرهني، تحتقرني، تنهرني دائما وتعاملني وكأنني أدنى من خادمة. أنت مخطئة حبيبتي. لا، غير صحيح، كلهم يكرهونني ويختلقون الأكاذيب. لا يمكن حبيبتي أن يكذب الجميع وأن تكوني وحدك الصادقة. إنه الواقع. لا، ربما لا ذنب لك بطبيعتك هذه آيمي، ربما الشعور الذي يسيطر عليك أقوى من أن يغلب، لكن من واجبك والد الشعور. أي واجب؟ الواقع أنك أنت ومونيكا وتلك الشمطاء حماتي تردن أن أدفع حياتي ثمنا لهفوة، لكن لن أرضى. وإن أردت الذهاب إلى كامبوريال افعلي، أنا سأبقى. صغيرتي حبا بالله عودي إلى الواقع. عيني مهلا فيديليا، فيديليا بسرعة أرجوك الحقي بالسيدة. هل خرجت؟ أجل، قالت إنها ستقابل السيد خوان.
طيب لا بأس، ولكن لقد أخذت الصورة. أي صورة؟ صورة سيد أندرس. صورة أندرس؟ هي توفي لابريزة. أكو ستافا ستافا فري وستري وستيتي. يدخل منزله. لست أدري، من الممكن أننا نبالغ في الأمر. عليك طرده. نعم، لكن أريد أن أعرف أولا إذا ألبرتو قد أرسله بنية سيئة. إذا من هو؟ يدعى خواكين، ولا أعرف الشهرة. سأله وإن ولد هنا لن يصعب علينا أبدا التحري عنه. نعم، سأتحدث معك. أحسنت الحضور لأنني أريد التحدث إليك. نتابع لاحقا. حسنا. أخبرتني مونيكا أنك تسيئين التصرف معها. بل هي التي تسيء التصرف معك. كيف تتزوج بامرأة تحب غيرك؟ كفاك حماقات. حماقة؟ هل هذه حماقة؟ اقرأ ما كتب على ظهرها. أين وجدتها؟ بين ثياب زوجتي. متى؟ منذ أيام. ألن تحرك ساكنا؟ ستسمح لهذه أيضا أن تخونك كأختها؟ اخرسي! عودي للمنزل ولا تتفوهي بكلمة واحدة. وأنت؟ يبدو أن الكابتان غاضب جدا من أمر ما. بما أخبرته أسوسينا؟ أخبرته حماقات طبعا. لما لا تكلمها؟ ولماذا؟ أعرف تماما مما تشكو من الغيرة. نعم، لكن أظن أن الأمر يتعدى هذا. طفح الكيل. عادت الخادمة التي أرسلتها مع أيمي، تركتها في منزل والدتها وخرجت وحدها من يدري إلى أين. لكن لم ينتهي الأمر حالما يصل أندرس. ماذا بعد؟ ماذا؟ سوف أخبره. لا جدوى، لما تفتعلين نقاشا تافها؟ ولو ذهبت لإخوان؟ وإن فعلت؟ لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما تلك السافلة تخون ابني. حسنا، نخبر أندرس. وبعد؟ أن أيمي و... لا، كيف أخبرها هذا؟ نعم، هذا حل. والحل الآخر أن تتركيني أتولى الأمر. لا أحب أن أراك حزينة، سأساعدك. اسمعي أرجوك. عدت بني. تأخرت في المصرف. خالتك كاتالينا قررت أن تمضي فترة في كامبو ريال، وأيمي لا يمكن أن تبقى وحدها. سأرافقكم أيضا. ماذا قلتي؟ تريد والدتي أن تقضي فترة في المزرعة ولا أريد العودة مونيكا. الحياة مع خالتي جحيم، تهينني وتشتمني باستمرار. وأبقيك هنا؟ هل فقدت صوابك؟ أختي بشأن إخوان انتهى الأمر، أقسم لك. فنحن أختان، وإن لم تساعدي من الأفضل ألا تكملي. لم يخطر لي أن تتوقعي إلى هذا الحد. هذا يأس وليست وقاحة. لطالما كنت نبيلة وطيبة، علمنا الله المسامحة، ولا يمكنك ألا تسامحيني. أنا أختك مونيكا. حسنا، أسامحك، لكن لا يمكن أن أقبل استضافتك في بيتي. مرحبا، الأختان معا. مرحبا أخوان. كيف حالك؟ بخير. وأنت؟ ليس بقدرك.
تبدين اليوم رائعة الجمال. ما سبب هذه الزيارة؟ أتيت أطلب خدمة من مونيكا ومنك طبعا، لكن قلت لها إن الأمر مستحيل. وبماذا نخدمك؟ كنت أقول لمونيكا الجميع حتى أمي يذهبون إلى كامبوريال، وبما أنه لا يجوز أن أبقى وحدي، ألا يمكنكما أن تستضيفاني عندكما؟ بكل سرور. لطف منك. لا، ترفضين خدمة لأختك؟ لا تكوني حقودة. اعتمدي علينا أيمن، تعرفين أنه منزلك. شكرا جزيلا أخوان، لبضعة أيام فقط. قدر ما تشائين. إلى اللقاء يا أختي. ثم في هذا الفصل الجو حار في المزرعة، لكن عندما تعود أمي أكف عن إزعاجكما. شرف لنا. إلى اللقاء إذن. ماذا دهك؟ كيف يمكن أن تفعل هذا؟ وأنت كيف يمكن أن تقولي إنك تحبينني بينما لم تكفي عن التفكير بذلك الأحمق؟ عما تتكلم؟ كف عن التظاهر بالبراءة. أنت أسوأ من أختك، على الأقل هي لا تخفي حقيقتها. لما تقول هذا؟ ماذا فعلت؟ لما قلت إنك نسيت أندريس؟ لأنها الحقيقة. كفاك كذبا مونيكا، كفى، وإلا قتلتك. لا تملكين الجرأة حتى على قول الحقيقة. إنها الحقيقة. ما هذا؟ منذ الأزل وإلى الأبد حب الوحيد. ماذا أرجوك، إنها قديمة جدا. ولما أحضرتها إذن؟ لتواسي نفسك بها في غيابي؟ لم أحضرها ولا أعلم حتى كيف وصلت. لا تكذبي، أسوسين وجدتها بين ثيابي. ربما وصلت خطأ. ولما عساي أصدقه؟ لأنها الحقيقة. كاذبة. الحقيقة أنك ما زلت تحبينها. تحبينها؟ لا، غير معقول. بلى، وقمت بتضحية كبيرة إذ تزوجت بسافر مثلي لكي تحميه فقط. قلت لك لا أخوان، صحية. كاذبة، لأن الحقيقة الوحيدة هي هذه. وأنا أحمق، أبلى، لأنني وقعت مرتين. أرجوك دعني أشرح. لا أريد شرحا، لا أريد منك شيئا، ولن تستطيع خداعي مونيكا، لأنك ستعرفين الآن من أنا فعلا. أين الخادم؟ أرسلته السيدة إلى السوق. انصرف. ما شهرة أخوكين؟ مارتينيز. لماذا؟ ولد هنا؟ أجل. أين يقيم؟ قرب السجن على ما أظن. لماذا؟ ليس هذا من شأنك، وأريدك أن تلزم الصمت هذه المرة، مفهوم؟ وإلا أعدتك إليه جرا. أرجوك دعني أشرح لك. لن أدعك، لا تستحقين شيئا، من الآن أمنعك من الكلام في حضوري، مفهوم؟